مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. حلقه جديده من السادسه، تحياتي لكل الاهلاويه اللي بيتابعوا معانا حلقه النهارده. والحقيقه يعني عندنا طبعا اليورو هنتكلم فيها، بما ان احنا خلاص داخلين في مرحله نهايه دور المجموعات وابتدت تتحدد ملامح الادوار الاقصائيه. هتكون المواجهات طبعا اكثر سخونه اكثر قوه. هنبص على اليورو مع حضراتكم النهارده، هنبص كمان على كوبا امريكا، وهنتكلم على استعدادات الاهلي لمباراه فاركو. لكن الاول هبدا الحقيقه بنقطه نظام. الحقيقه الاسئله بقت كتير جدا جدا، ويبدو انه وكان الناس مش شايفه النفق المظلم اللي احنا رايحين ليه. يعني في حاجات كده بتبقى من البديهيات، من المسلمات، من الثوابت اللي مش محتاجه حد لا يتكلم فيها ولا يطرحها. وعلى هامش يعني المشكله، مش هقول ازمه، لا المشكله حصلت الايام الاخيره كلام كتير جدا متعلق بالنادي الاهلي، مع انه النادي الاهلي مش طرف في المنظومه، سواء فيما يتعلق بقى بقصه المؤجلات، ترتيب الماتشات، وانا شرحت لحضراتكم والكلام ده قتل بحث مش هعيده ومش هكرره تاني. لكن الملفت للنظر او هو السؤال الحقيقه، هل في اي حد يتخيل، مجرد تخيل بس، حاجه كده يعني تعدي على تفكيره، انه ممكن يكون صاحب قرار او يتدخل في قرار يخص النادي الاهلي يشارك في بطوله ايه وما يشاركش في بطوله ايه؟ مين ممكن يدي لنفسه حق زي ده؟ القصه دي امر خالص تماما لاداره النادي الاهلي، بالتعاون بقى مع كل من له علاقه، سواء جهاز فني، سواء لجنه تخطيط. يعني النادي الاهلي هو صاحب قرار اول ووحيد، مش من حق حد يقول او يسال ليه الاهلي بيلعب في البطوله دي او ما بيلعبش في البطوله دي، ليه الاهلي بيشارك في هذا الكم من البطولات او الاهلي ما بيشاركش في هذا الكم من البطولات، ما دام الاهلي منتظم وملتزم بالمشاركه في البطولات المحليه. محاوله تصدير الازمه انه امتداد المواسم او تلاحمها او كثره عدد المباريات المؤجله سببها مشاركه النادي الاهلي في بطولات عده، في اكثر من بطوله على مدار الموسم، كلام لا اساس له من الصحه. يعني محاوله انك انت تخدع الراي العام، او ان انت تغيب الراي العام، او ان انت تاخد الناس في سكه انه الاهلي هو سبب المشاكل في مصر، ده كلام باطل. يعني كلام ملوش اي اساس من الصحه. محاوله ممكن يكون شماعه تتوه بيها على 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 اسباب فشل او على اسباب عدم قدرتك على تحقيق اي نجاح، لكن مش من حقك ابدا تصدر او تتكلم على فكره مشاركات الاهلي في البطولات الدوليه. وخد بالك الموسم اللي جاي الاهلي هيشارك في كل البطولات. يعني هتكلم لي على تصفيات كاس عالم، وهتكلم لي على امم افريقيا، احنا رحنا لعبنا كاس عالم انديه بنص فريق، رغم انه تصريحات المسؤولين على اتحاد الكوره في الوقت ده ان هم بيساندوا الاهلي، وان الاهلي هيلعب بطوله كاس العالم بكامل سكواد، بكامل لاعبيه، ورغم كده الاهلي سافر ولعب وغايب عنه نص فرقه كلهم دوليين. فمحدش يزاد عن النادي الاهلي، يعني محدش، ارجوكم محدش يزاد عن النادي الاهلي. وانا متاكد الحقيقه انه جماهير النادي، لا مش جماهير النادي الاهلي بس، جماهير الكوره في مصر عارفه تماما تماما انه سبب الازمات وسبب المشاكل في مصر طلع من المعادله دي النادي الاهلي. يعني كنت بتكلم على مشاكل تحكيم، كنت بتكلم على مشاكل لجنه مسابقات، كنت بتكلم على مشاكل لوائح وتنظيم، كنت بتكلم على مشاكل فنيه، كنت اي نوع من مشاكل الاهلي خارج السياق. فيعني دايما احنا يعني انا عارف انه اسلوبنا في القناه دايما هو ضبط النفس، وانه احنا ودي سمه الناس الناجحه الحقيقه، انا بحترم ده في اداره النادي الاهلي جدا جدا جدا. يعني خلفيه الازمه في الاخيره المتعلقه بين رابطه الانديه من ناحيه ولجنه المسابقات من ناحيه، اتحاد الكوره ونادي الزمالك من ناحيه تانية، كانت الكلام واضح وصريح، ليس لنا علاقه بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد. ودي سمة الإدارات الناجحة، يعني اللي دايما باصة ومهتمة بأجندتها، مش شاغلة بالها بأجندة المنافسين، مش شاغلة بالها بمشاكل المنظومة، هي باصة في طريقها، عارفة هدفها، مخلية كل العناصر المرتبطة بالمنظومة تشتغل عشان تحقق الأهداف دي فقط لا غير. ولو دي بقت سياسة معظم الأندية في مصر، أعتقد أنه المناخ الرياضي في مصر هيكون في حتة تانية خالص. طيب نستعرض مع حضراتكم نتائج اليورو في مباريات الامس، ونبدا طبعا بمواجهه هولندا والنمسا اللي بتعتبر من وجهه نظري مفاجاه. النمسا لغايه النهارده في البطوله مفاجاه كبيره جدا. النمسا كسبت هولندا امبارح في واحده من مفاجات يورو 24 بنتيجه 3-2، اما فرنسا فتعادلت مع بولندا بنتيجه 1-1، وبكده بولندا بره القصه وبره الحكايه.
انجلترا اتعادلت مع سلوفينيا بنتيجة 0-0، ونتيجة مخيبة طبعا لآمال المنتخب الإنجليزي منتخب الأسود الثلاثة، والدنمارك اتعادلت مع صربيا 0-0. آخر جولات دور المجموعات النهاردة هيكون عندنا سلوفاكيا في مواجهة رومانيا، وكرواتيا في مواجهة طبعا دي طبعا زي ما قلت حكم امبارح سلوفينيا وإنجلترا 0-0، والدنمارك وصربيا أيضا 0-0. النهاردة عندنا سلوفاكيا في مواجهة رومانيا، مباراتين دول هيتلعبوا الساعة 7 بتوقيتنا هنا في القاهرة. سلوفاكيا في مواجهة رومانيا، وبلجيكا في مواجهة أوكرانيا، والمجموعة دي حساباتها معقدة جدا، والنهاردة نتائجها هتحدد مين هيتأهل أول وتاني ومين ممكن يدخل ضمن أربع توالت. عندنا مواجهتين الساعة 10 مساء بتوقيتنا هنا في القاهرة، تركيا في مواجهة التشيك، وبرتغال في مواجهة جورج. دي ماتشات النهاردة. نروح من اليورو الكوبا امريكا، وعندنا طبعا نتائج ماتشات امبارح او اللي هي اتلعبت فجر اليوم، نتائج ماتشات النهارده. بيرو خسرت امام كندا بنتيجه 1-0، وتشيلي خسرت قدام الارجنتين بنتيجه ايضا 1-0. عندنا ماتشات فجر يوم الخميس اللي هتتلعب النهارده بعد منتصف الليل النهارده ان شاء الله، الاكوادور في مواجهه جامايكا، وفنزويلا في مواجهه المكسيك. دي مباريات الكوبا ودي مباريات اليورو ونتائج والماتشات اللي هتتلعب النهارده، وهيكون لينا يعني جوله نظره كبيره جدا على المجموعات. مواجهات اتحددت في دور ال 16 كده، الارجنتين تاهلت رسميا، عندنا البرتغال، عندنا المانيا تاهلوا بشكل رسمي، فرنسا، النمسا. يعني هنجمع لحضراتكم طبعا الارجنتين بقياده ليو ميسي، وطبعا ونجوم الأرجنتين دي ماريا ومارتينيز، لكن هناخد النهاردة جولة مع حضراتكم في اليورو وتوقعاتنا من واقع المتابعة لدور المجموعات اللي أظهر الحقيقة مفاجآت كتيرة جدا في مستويات عدد كبير من المنتخبات. الرهانات اختلفت، يعني أسبانيا قبل البطولة كانت بعيدة جدا أو ما كانش في ترشيحات كتيرة جدا بتصب في مصلحة المنتخب الأسباني. النهاردة أسبانيا أعتقد هي اللي بتتصدر المشهد من حيث ثبات المستوى وانسجام العناصر والأداء اللي قدمته في دور المجموعات، لكن القصة في الأدوار الإقصائية غير. احنا تعودنا دايما انه دايما ما دام في فرص للتعويض في المجموعات فالمنتخبات ما بتكشرش عن انيابها قوي. وارد جدا في الادوار الاقصائيه يظهر او يستعيد منتخب فرنسا، منتخب انجلترا، منتخب المانيا، قدراتهم الكبيره جدا، وده اللي هنحاول نقراه مع حضراتكم. ماتش فاركو حاضر معانا جدا، مباراه مهمه جدا، حققنا العلامه الكامله من بعد التوقف 12 نقطه من اربع مباريات. ان شاء الله المحطه الخامسه تكون مباراه فاركو يوم الجمعه، ودي هتكون حاضره معانا في حوارنا مع بلال محسن واحمد مصطفى. وزي ما قلت لكم اعتقد انه واضح جدا انه الاهلي بيتعامل مع بقيه مشواره في الدوري على انها كلها مباريات كؤوس لا تقبل الاسم على اثنين، خساره نقطه واحده تاثر في الصراع. ونتمنى ان شاء الله، عندنا مشكله طبعا متعلقه بمباراه بيراميدز الاخيره، بما انه بيراميدز هو منافس الاهلي بشكل واضح ومباشر وصريح، البطوله بين الاهلي وبيراميدز مفيش خيار ثالث. المقاولين يمكن تقدم بشكوى اعتراضا على تولي كابتن محمد الحنفي اداره المباراه، وقصه بقى ولائحه والفيفا واختبارات مش عارف ايه و الى اخره، الكلام ده بعد ما المقاولين خسر. انا طبعا لا مع بيراميدز ولا مع المقاولين، بس انا بقول لحضراتكم على كيف تدار الامور. زي بالظبط كده لما تحسبها تقول انه هل لو الاهلي خرج زي معظم الفرق المصريه، يعني بص لتاريخ دوري الابطال في الخمس سنين اللي فاتوا، هل لو الاهلي خرج من دور المجموعات بدري بدري زي كل الفرق المصريه اللي بتشارك في دوري ابطال افريقيا في السنوات الاخيره، هل كان حد هيقول انه الاهلي اصله بيلعب اصله سبب يعني ما كانش ده هيحصل. هنا السؤال مثلا، هل المقاولين ابدى اعتراض على قصه حكم المباراه قبل المباراه ما بتبدا حتى حفاظا على حقه؟ لا. هل المقاولين لو كانت نتيجه المباراه احتسبت لصالحه، هل كان هيعترض على او هيطلب اعاده المباراه؟ اشك برضو انه لا. ففي قصص كتيره جدا بنصدر فيها، انا مش مع طرف ضد طرف، وكل طرف من حقه انه يدور على مصالحه بالشكل اللي يراه ما دام بيتم في اطار اللوائح والقوانين، لكن هي مجرد اسئله عن مجموعه ازمات بتتكرر صغيره يمكن كتيره جدا. عارفين كره التلج بالظبط بتبدا صغيره جدا زي كره التلج، لكن لما تيجي تشوف في نهايه الموسم حجم الازمات والمشاكل اللي مر بيها موسم دوري او بطوله دوري، تجد انه الحقيقه شكل اداره المسابقه، منظومه او طريقه او اسلوب اداره اهم واكبر مسابقه
واحدة من أهم وأكبر مسابقات الدوري على مستوى قارة إفريقيا والوطن العربي، لا فيها مشاكل كتيرة جدا جدا، وللأسف الشديد جدا اللي يخضك أو يقلقك، بلاش يخضك، يقلقك إنه المشاكل دي أو الظواهر دي متكررة وبتزداد أو تتفاقم موسم بعد الآخر. وبالتالي السؤال اللي بتسأل نفسك بشكل طبيعي وتلقائي جدا، طب وإحنا رايحين على فين؟ ده السؤال اللي أعتقد إنه مفيش حد يملك الإجابة عليه. فاصل ونبدأ حلقتنا. نبدأ مع حضراتكم الأخبار، وبداية من مباراة فاركو لغاية نهاية مشوار الدوري، هستعرض مع حضراتكم يمكن مع أخبارنا جدول مباريات الأهلي. تعالوا نشوف الأهلي نيوز روم معنا إيه النهاردة. يلا نبدأ بماتشات. طبعا عندنا يوم 28/6 دي مباراة فاركو اللي هتتلعب يوم الجمعة، بعدها 1/7 دي مباراة الأهلي و ده طالع الجيش بالظبط، وبعد كده الاهلي والداخليه، ثم الاهلي والداخليه تبقى يوم 4/7، ثم يوم 8/7 هنلعب مع طالع الجيش تاني، وبعد كده يوم 12/7. خدوا بالكم بقى من تاريخ 12/7 ده، او خدوا بالكم من تاريخ 10/7 وقفوا عنده عشان هرجع له كمان شويه في نقطه مهمه جدا. يوم 12/7 دي اول مباراه للاهلي بعد يوم 10، هيبقى يوم 12/7 مباراه بيراميدز، 16/7 هيبقى مباراه فيوتشر، نرجع نلعب يوم 22/7 مع بيراميدز تاني، ثم 26/7 هنلعب مع المصري البورسعيدي، 29/7 مع سيراميكا كليوباترا، 1/8 مع البنك الاهلي، 4/8 مع المقاولين العرب، ثم 8/8 مع سموحه، ثم مع زد يوم 11/8، 14/8 نواجه فريق امبي، ثم ختام الدوري مع فيوتشر يوم 17/8. من اول يوم 10، من اول يوم 10 7 هتبدا رحله منتخب مصر الاولمبي لاولمبياد باريس. روجيرو ميكالي، الماتش الاولاني للمنتخب اعتقد هيكون يوم 24/7، مباراتنا الاولى الرسميه هتكون يوم 24/7، لكن معسكر المنتخب ورحلته في التحضير للاولمبياد تبدا يوم 10. ليه بقول لحضراتكم الكلام ده؟ هرجع لقصة التواريخ، وإن إحنا بنقفل السيزن إن شاء الله بإذن الله، طبعًا ده غير ماتشات الكاس، هنقفل السيزن في نص 8، دي قصة، ده موضوع هنركنه على جنب دلوقتي. لكن احتماليات، طبعًا روجيرو ميكالي كان في الأول اتكلم على إنه عايز مصطفى محمد، عايز محمد صلاح، والكلام مؤخرًا كمان كان على تريزيجيه. والأندية اللي بتنتمي ليها سواء ترابزون سبور سواء نونت الفرنسي او ليفربول اتكلموا في فكره انه صعب جدا اللعيبه دي. النهارده في تصريح لتريزيجيه انه كان نفسه جدا جدا يلعب مع منتخب مصر الاولمبي في اولمبياد باريس، لكن خلاص دي اراده الانديه. الانديه طبعا بما انه الدوريات خلصت هناك في التوقيت ده بيكونوا بداوا فتره الاعداد للموسم الجديد، عندهم بعض المباريات الوديه، النادي بتاع تريزيجيه عنده هيبدا مشوار تصفيات السيزون الجديد اللي جاي في بطوله اليوفا، فبالتالي الأندية ما تقدرش تستغنى عن لاعبتها. البدائل قدام روجيرو ميكالي النهاردة مين؟ لاعيبة محليين، ومن الأسماء المطروحة جدا والمرشحة للانضمام لمنتخب مصر الأولمبي ثلاث لعيبة، إمام عاشور، محمد عبد المنعم، وواحد من اثنين حراس مرمى النادي الأهلي سواء الشناوي أو شوبير. طيب الكلام ده معناه أنك أنت هتستغنى عن لعيبتك من يوم 10/7 لغايه مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم كده لغايه اول اسبوع من 8، يعني شهر كامل تقريبا، يعني ده لو ربنا ما اتمنى طبعا ربنا يكرم منتخبنا الاولمبي ويروح لغايه نهايه المشوار. يعني انا بكلمك على الثلاث ماتشات اللي هم في دور المجموعات، اسبانيا والدومينيكان ومش فاكر مين حتى الفرقه الثالثه اللي معانا، دول ثلاث ماتشات هتلعبهم اجباري كده كده، فبالتالي ده معناه انه الاهلي يستغنى عن ثلاث لاعبين لمدة شهر بداية من يوم 10. خلال الفترة دي عندك ماتشات مع مين؟ نمرة 2 طبعا، يعني او 1 و2 اهم ماتشين بيراميدز. ليه؟ لانه في حالة اذا ما نادي الاهلي استكمل عدد المباريات المؤجلة هيكون الاهلي راكب صدارة الدوري بفارق نقطة عن بيراميدز، يعني المنافسة هتكون بينه وبين بيراميدز والاهلي هيكون متفوق بنقطة واحدة، عشان كده ماتشين بيراميدز مباريات فاصلة جدا جدا في حسم لقب البطوله السنه دي. الماتشين اللي هيتلعبوا يوم الاول يوم 12 والتاني بعديه على طول ب 10 ايام يوم 22. هل طبعا خليني برضو اقول لكم بين قوسين انه
ماتشات الاولمبياد، منتخب الاولمبي لما بيلعب في الاولمبياد ده خارج اجنده الفيفا، ده ملوش علاقه بالاجنده، اجنده المباريات الدوليه بتاعت الفيفا. بالتالي في احقيه للانديه زي ما الانديه لاعبتنا المحترفه في الخارج قررت انها ما توافقش على انضمام اللعيبه دي، رغم ان اللعيبه انا ما عنديش شك ان اللاعبين يهمهم ويشرفهم ان هم اولا بيلعبوا مع منتخب مصر، ثانيا في اولمبياد، وده حلم لاي لاعب انه يشارك في اولمبياد باريس. لكن الانديه من حقها ترفض، وبالتالي الانديه سواء نونت او ليفربول او ترابزونسبور رفضوا انه اللعيبه المصريين ينضموا لمنتخب مصر الاولمبي. هل ممكن دي تبقى قصه؟ وهل هنا في التوقيت ده، يعني خلينا نتكلم على المصلحه العامه، هل في التوقيت ده طبعا احنا مع منتخب مصر الاولمبي والاهلي اكيد طبعا مش هيتاخر، لكن في نفس الوقت هل ممكن وانت بتتكلم على ثلاث لعيبه مهمين جدا، الشناوي او شوبير، اي واحد فيهم مهم جدا جدا جدا، لانه لا قدر الله في حاله غياب حد للايقاف، لا قدر الله للاصابه، مش هيبقى عندك طبعا زونفولي كويس ومخلوف كويس وحمزه علاء يبقى كده مع الاولمبي طبعا. لكن في النهايه انت بتتكلم على اثنين حراس هم افضل اثنين حراس على مستوى افريقي، وممكن هنا ما يبقاش في مشكله قوي. لكن امام وعبد المنعم في التوقيت ده هل ممكن يبقى هل ممكن يبقى لا؟ دي ممكن برضو تكون قصه ثانيه. ولا الافضل لميكالي مثلا، واحنا عندنا عناصر مميزه جدا في منتخبنا الاولمبي، انه يروح لفرق وعناصر ممكن تكون جيده جدا وممكن تمثل اضافه كويسه جدا 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 للمنتخب الاولمبي بره الفرق اللي في منافسه مباشره وواضحه وصريحه على لقب البطوله. يعني هل ممكن نفكر او نحط بديل؟ الله اعلم. على كل الاحوال في النهايه في اطر وفي لوائح واضحه وصريحه بتحكم الموضوع ده، ونتمنى طبعا التوفيق لمنتخبنا الاولمبي. طيب احنا بنتكلم طبعا على قائمه المنتخب الاولمبي، خليني استعرض مع حضراتكم ال 18 لاعب الاساسي لجانب اربع لاعبين على سبيل اللاعبين الاحتياطيين اللي هيتحطوا في القائمه على تحسبا لاصابه اي لاعب. انت عندك زي ما قلت لكم اسبانيا والدومينيكان واوزباكستان، دول الثلاث ماتشات اللي هيلعبهم منتخب مصر في البطوله بدايه من يوم 24 ان شاء الله باذن الله، وتنتهي المباريات في من 24 يوليو 24/7 لغايه 11/8 11 اغسطس. المواجهات هتبدا مع الدومينيكان، منتخب الدومينيكان هيواجهنا يوم 24 اللي جاي ان شاء الله يوليو، وبعد كده وصيف كاس اسيا اللي هو اوزباكستان في مباراه السبت 27 يوليو، واخر مواجهه لينا هتكون مواجهه اسبانيا يوم الثلاث 30 يوليو. وبالمناسبه يعني طبعا في التوقيتات دي يمكن هي الاولمبيات معموله في وقت صعب شويه. طب مثلا بتتكلم على وانت بتتكلم على منتخب اسبانيا، بما انه منتخب معانا في نفس المجموعه منافس، يعني ريال مدريد مثلا رفض انه اي حد من لاعيبته تشارك مع منتخب اسبانيا في الاولمبياد. وامبابي برضو اعتقد مش مع منتخب فرنسا، هو صعب اساسا ان يكون مخلص يورو وبعد كده يروح فرنسا او يرجع فرنسا تاني بعد المانيا يشارك مع الاولمبياد. على كل الاحوال في اجتماع مفترض الاسبوع اللي جاي ان شاء الله مع روجيرو ميكالي مع الاتحاد الكوره عشان يبتدوا يتكلموا على تحضيرات المنتخب وعلى اختيارات روجيرو ميكالي في تحضيراته طبعا لاولمبياد باريس. عايز اقف معاكم مع لقطه، عندنا بعض الاخبار طبعا العالميه، هستنى على اخبارنا مع بلال ومصطفى، لكن خليني اخدكم مع لقطه بما انه انتوا عارفين انه قوانين الكوره ما بتقفش عند حد معين، سواء من ناحيه التغييرات في القوانين نفسها او من ناحيه استحداث التكنولوجيا، والاثنين دول لما تتفرج حتى على اليورو وتبص على يعني بعيدا عن الكوره، الناس اللي انا بركز في التفاصيل، بحب الكوره جدا وبستمتع بيها جدا، لكن بركز في التفاصيل بشوف الناس وصلت لغايه فين. احنا بنتكلم طبعا عن دخول التكنولوجيا، وقريب جدا ننتظر كمان دخول الاي اي او الذكاء الاصطناعي في مجال كره القدم، في مجال التحكيم تحديدا في كره القدم. لكن بص وشوف على رشاقه ومرونه واداء الحكام، بص وشوف لقطات الفار اللي ممكن تاخد عندنا في ملاعبنا اربع خمس دقائق وتاثر قد ايه على الماتش، بتاخد قد ايه عندهم. انا عايزكم تشوفوا الكره دي ونشرح هنا واحده من الحاجات اللي يمكن تكون غايبه، حاجه اسمها بكامل محيطها. يعني ايه بكامل محيطها؟ يعني الكره كلها لازم، بص ممكن نوقف الكادر هنا، لو انا شايف الكره من الزاويه دي وحضراتكم بتتفرجوا عليها في الماتش في البيت من الزاويه دي، هتقول الجون الكره دي اكيد جون بنسبه 101%، مش 100%، الكره عدت، الكره جون. لكن تعالوا نشوف بقى التكنولوجيا عملت ايه ووضحت يعني ايه بكامل محيطها. شوف الكوره
وهي على خط المرمى، ونشوف الجزء اللي ما تجاوزش خط المرمى حجمه قد ايه قياسا بحجم الكره نفسها، تقريبا لا يتعدى ملي او 2 ملي متر. وبالتالي الكره دي اللي حضراتكم لسه شايفينها على الشاشه لم تحتسب هدف صحيح. ده جزء بس من الثقافه الكرويه اللي بنحاول نوصلها للناس، لانه في حاجات كتيره جدا جدا يبدو انها مش واضحه لا لمحللينا ولا لادارتنا ولا لاجهزتنا الفنيه ولا لاعبتنا، فبنحاول ننشر ثقافه عامه يعني عشان الناس تتعلم وتعرف ايه هو الجديد في كره القدم. طيب قصه اليورو، قصه الكوبا، قصه الاهلي وفاركو ومشوار الاهلي في الدوري، واستعرضنا مع حضراتكم جدول المباريات هنناقشها بالتفصيل مع بلال محسن واحمد مصطفى، وهن طبعا هنروح للنادي الاهلي في الجزيره عشان ننقل لحضراتكم جزء من تحضيرات الاهلي وتمرينه النهارده استعدادا لمباراه فاركو في وجود احمد مصطفى وبلال محسن معانا في ضيافتنا في السادسه، لكن بعد الفاصل. رغم انه ما اقدرش انكر بصراحه انه بدايه اليورو كانت قويه الى حد كبير، ماتشات كتير جدا كان فيها متعه، كان فيها اثاره، نتائج كتير كانت خارج التوقعات، منتخبات ما كانتش داخله في الحسابات دخلت وبقوه. يعني تقدر تقول ان المقدمات، دايما بشوف البطوله اي بطوله بتبدا سخونتها وبتبدا حلاوتها من دايما الادوار الاقصائيه، بنبتدي نفلتر البطوله، المنتخبات القويه بتظهر، بيبقى في ماتشات يعني صراع العمالقه، فبتدي تستمتع بالبطوله من الادوار الاقصائيه. لكن ده ما يمنعش الحقيقه ان اليورو كانت مبشره جدا من بدايتها، ظهرت فيها منتخبات بشكل قوي جدا، اتغيرت الترشيحات بالتاكيد جدا قبل البطوله عن بعد ما دور المجموعات قرب انه ينتهي، في منتخبات ظهرت بشكل كويس جدا، في منتخبات كانت مرشحه وبقوه ظهر انها بعيد جدا وانه يمكن على ارض الواقع مش بالقوه اللي كنا معتقدينها، لكن احنا خلاص بنتكلم في انه ملامح الادوار الاقصائيه او النوك اوت او الدور ال 16 خلاص على وشك انها تبدا من بعد النهارده، وهنستعرض معاكم جدول الترتيب والمجموعات والتوقعات لما هو قادم في المانيا 24. خلينا نرحب بضيوفي بلال محسن واحمد مصطفى اللي بيشرفوني النهارده في سادسه. بلال مساء الخير واهلا بيك. مساء النور يا احمد، طبعا اهلا بيك واهلا بكل الساده المشاهدين، وان شاء الله تبقى حلقه مميزه، وكل سنه والساده المشاهدين طيبين وبخير يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. احمد مساء الخير. مساء النور يا احمد، واهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي، ويعني كل سنه الناس كلها طيبه وبخير، ويعني ان شاء الله اليورو انا بشوف ان هي ممتعه وان شاء الله. مين هسالكم الاول، اليورو وكوبا الحقيقه هنعدي عليهم، بس ايه الاكثر امتاعا؟ او انا عارف انه فرق التوقيت ظالم الكوبا شويه، بس من ناحيه الكوره ايه الاكثر امتاعا او الاكثر قوه من وجهه نظركم، كوبا ولا يورو؟ انا شايف اليورو. اليورو اليورو بالنسبه لي يعني فيها فرق كتير جدا بقت قريبه من الفرق المنتخبات الكبيره، لكن كوبا امريكا طول عمرها قويه وفيها شراسه كبيره جدا، لكن مش ممتعه. يعني دايما كوبا امريكا دايما بنشوف المنتخبات كلها بتلعب بشراسه، وتلاقي منتخب الكولومبي ومنتخب تشيلي ومنتخب، حتى شفنا مباراه الارجنتين امبارح مع منتخب تشيلي في اخر دقيقه الارجنتين بتقدر تكسب وتحقق المكسب يعني. فانا بشوف ان كوبا امريكا تفضل دايما بنفس الـ الشراسه بتاعتها وبنفس الستايل، لكن اليورو في حته ثانيه، اليورو في حته ثانيه طبعا واختلفت. اكيد بلال هيختلف معاك. لا ما يقدرش. احنا قلنا الحلقه اللي فاتت ان اليورو بينقصه طبعا غياب الارجنتين والبرازيل واوروجواي، طبعا بما ان اوروجواي احد المنتخبات اللي سبق ليها التتويج بلقب كاس العالم طبعا. فالثلاث منتخبات دول تحديدا يعني منتخبات لو اضيفت لليورو هيبقى كاس عالم زي ما احنا قلنا. غياب التغطيه شويه مأثر على الترافيك حوالين الكوبا، يعني احنا عارفين ان يعني مشاهده الكوبا صعبه شويه لان ما فيش قنوات كبيره اخذت حقوق نقل البطوله يعني، فده عامل شويه عدم متابعه من ناس كتير يعني، ولكن دايما الكوبا الناس بتبدا تتابعها في دور الاربعه تحديدا، ولو البرازيل والارجنتين مش في سكه بعض في دور الاربعه فالناس بتتفرج على الفاينل بس. على الرغم كمان انه على مستوى الاسماء كوبا امريكا فيها اسماء من العيار الثقيل، والنهارده حتى في تصريحات مشتركه، يعني ميسي اتكلم في نفس النقطه وفينيسيوس جونيور اتكلم في نفس النقطه، هي جوده الملاعب، الناس حتى النجوم من العيار الثقيل زي دول عينهم على اوروبا، بيقول لك احنا بنلعب في ملاعب مش زي المنتخبات بيلعبوا بيها فيها في اليورو، وانه قصه الملاعب مأثره على الاداء. لكن رغم كده ما تقدرش تنكر انه كوبا امريكا فيها على مستوى النجوم والاسماء نجوم من العيار الثقيل جدا. خلينا هنتكلم على اليورو والكوبا بالتفصيل، بس نروح لنادي الاهلي في الجزيره ونروح لزميلنا كريم احمد نطمن على استعدادات الاهلي لفاركو، نطمن على سكواد النادي الاهلي، يعني فرصه لالتقاط الانفاس، ده يمكن واحد من مكاسب الغاء مباراه الزمالك اللي كنا نتمنى انها تتلعب، لكن اعتقد انه الجهاز الفني اعتقد استفاد بالفرصه دي على افضل ما يكون. كريم مساء الخير.
مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، كل التحيه ليك ولضيوفك الكرام وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. امبارح وبدلا من المباراه اللي كان الملايين منتظرينها، التدريبه يمكن او مستر مارسيل كولر قرر ان هو يعمل او يستبدل التدريبه بتراي ماتش، النهارده استعدادات لمباراه فاركو. نطمن منك اجمالا على التحضيرات والاستعدادات ونعرف منك برضو اخر التطورات فيما يتعلق بسكواد النادي الاهلي. بالتاكيد طبعا زي ما قلنا كان قرار جيد جدا من الجهاز الفني بقياده كولر ان يكون في تراي ماتش. الحقيقه كان شكل كامل بالنسبه للمباراه، كان امر مهم جدا. انت ماشي بشكل مضغوط شويه بالنسبه للمباريات، فكان لابد ان انت تستمر في هذا الشكل. كان في ضغط المباراه الفتره اللي فاتت، لكن ما كانش ينفع يسقط منك مباراه قويه فيها 90 دقيقه كان فيها كل الحماس والجديه اكيد بالنسبه لمباراه الزمالك. عشان كده مستر كولر قرر ان يكون في تراي ماتش، كان مهم جدا. والحقيقه كان في مكاسب عديده جدا. المكسب الاول بالنسبه للجهاز الفني ان انت اطمنت بشكل كبير على اسامه ابو علي بالنسبه لمشاركته في تراي ماتش، في التحامات وفيها اشتراكات زي ما قلنا، فيها امور بتدي انطباع كبير جدا على الجهازيه الطبيه والجهازيه الفنيه الحقيقه ليه وسام ابو علي. ان شاء الله باذن الله تكون قوه كبيره جدا كعادته بمشيئه الله في مباراه فاركو، مباراه مهمه ومباراه صعبه في ضغط كبير جدا. وعندك كمان يعني الرغبه المتجدده لفاركو، عنده اداء مميز، قدر ان هو يفوز على الاتحاد المباراه الاخيره. عشان كده اي فريق زي ما قلنا بيقابل النادي الاهلي هو بيقابل يعني بطل القرن ونادي القرن، بيقابل قيمه كبيره جدا، بتشوف في شكل مختلف تماما في كل مباراه الدوري باستثناء مباراه الاهلي. عشان كده لابد يكون في تحضير جيد، وده مستر كولر الحقيقه مأكد عليه على كل اللاعبين للنادي الاهلي. الاحترام المنافس مهم جدا، لابد دخولنا في المباراه يكون جيد. الراجل اجتمع بيهم النهارده في التدريب في البدايه لمده 10 دقائق، حاول ان هو ياكد على كل هذه النقاط. الحمد لله تراي ماتش سالنا على طبعا انت عارف الاشتراكات وكل المباريات اللي بتبقى بهذا الشكل، ممكن يكون في اصابه، ممكن يكون حد شعر بايجاد. الحمد لله يعني الامور مشيت بشكل طيب جدا، كل اللعيبه محدش شعر بحاجه، كله كان بيحافظ على بعضه. هي كانت مباراه بسيطه جدا لكن كان فيها مكاسب بالتاكيد على المستوى البدني. اكدنا قبل كده قلنا الهيت ماب بيبقى ليه دور كبير جدا، انت بتشوف لعيب جري قد ايه في جو وطقس بيكون صعب شويه، في توقيت بيكون صعب شويه. عشان كده نتيجتها بالنسبه للجهاز الفني كانت نتيجه مهمه جدا. النهارده مستمر النادي الاهلي في تدريبه، تدريب كالعاده في تمام الساعه السادسه. الحمد لله الامور طيبه جدا على مستوى الاصابات. طبعا الامور مكرره شويه بالنسبه لعمر وبيرسيتاو، هم الحقيقه منتظمين في البرنامج التاهيلي، هيغيبوا بالتاكيد عن مباراه فاركو لكن ماشيين بشكل منتظم ودقيق جدا في البرنامج التاهيلي الموضوع لهم. طبعا مع علي معلول اللي اكيد برده ماشي بشكل طيب وجيد جدا بالنسبه للتاهيل. الامور الحمد لله بالنسبه لفريق النادي الاهلي ماشيه بشكل مميز وماشيه بشكل طيب في هذا التوقيت اللي انا بكلمك فيه. مستمر تدريب بفريق النادي الاهلي في المرحله الاخيره، الراجل بيحاول ان هو بياكد على الجمل التكتيكيه، الراجل فرج اللعيبه على الهايلايتس بالنسبه لفاركو، بالنسبه لطبعا ازاي يكون شكلنا، التكتيك يكون عامل ازاي. فان شاء الله باذن الله مباراه فاركو تكون ثلاث نقاط مهمه جدا لفريق النادي الاهلي في مشوار بطوله الدوري العام. شايفين يعني انا بتفرج، انت عارف انا بتابع التمرين دايما كل يوم في السادسه كريم، النهارده شايف فقرات جديده انجاز التعبير، يعني نوع التدريبات او شكل التدريبات حاجات بنشوفها لاول مره مش متعودين عليها. يعني طبعا زي ما بقول لك امس الحمل التدريبي اترفع شويه، بينزل النهارده طبعا الراجل بيحاول المخطط الاحمال طبعا انه يكون في اختلاف شويه بالنسبه للتسخين والامور الخاصه طبعا بالتاهيل الخاص قبل التدريبات، وبيكون امر مهم جدا. انت عارف لما بتكون التدريبات مكرره بتسبب حاله ملل سواء على مستوى الكوره او على المستوى الخاص البدني. عشان كده الحقيقه الجهاز الفني بقياده مستر كولر بيقوم بدور كبير جدا في تنوع التدريبات في امور عديده جدا. اولا بتنهي لك حاله الملل الخاص بالتدريبات اليوميه وبالفقرات اليوميه، لازم يكون في جديد. عشان كده بتشوف في كل تدريب فقره جديده، سواء فقره كوره جديده، فقره بدنيه جديده. الحقيقه الجهاز الفني بيقوم بدور كبير جدا في التاهيل وفي التحضير الذهني والتحضير البدني، وايضا كمان الشغل التكتيك اللي بيقوم بيه مستر كولر. فالامور الحمد لله يعني الجهاز الفني ما بيسيبش اي حاجه صغيره وكبيره، بيحضر ليها بشكل كبير. ضغط كبير جدا زميلي احمد زي ما انت عارف، خلاص الامور انتهت بالنسبه لمباراه الزمالك، هتخش مباراه فاركو كل 72 ساعه مباراه، محتاجه مجهود كبير، محتاجه تركيز كبير. فان شاء الله باذن الله نستمر النادي الاهلي في تركيزه الكبير وتكون انطلاقتنا بمشيئه الله في الانتصارات من مباراه فاركو ان شاء الله باذن الله. صحيح صحيح، جدول صعب وشاق جدا 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 مع وجود التدريبات اليوميه، بتتكلم على انه موسم بالكامل مفترض انك انت بتلعب فيه طبعا 34 مباراه، احنا بنتكلم احنا انه من النهارده لغايه نص 8 يعني نتكلم في خلال شهر ونص الاهلي هيلعب نص موسم تقريبا وصولا ل 17/8 المحطه الاخيره في مشوار الدوري. بتتكلم على انه البطوله او الدور الثاني في بطوله الدوري اللي انت مفترض تلعبه على مدار
نص موسم هتلعبه تقريبا من بداية شهر 7 أو من 28/6 لغاية 17/8، هتكلم في شهر ونص تقريبا. أعتقد أنه تحدي كبير جدا قدام مارسيل كولر وقدام اللعيبة وقدام السكواد الأهلي. يعني بالتأكيد زميلي أحمد، طبعا مرحلة دقيقة جدا، فيها تحدي كبير، فيها تلاحم كبير جدا للمباريات، ما بتلحقش أن أنت تصحح أخطاء في التدريبات زي ما قلنا قبل كده، ريكفري في تدريبة وحيدة في مباراة. مطلوب من كل لعيبه النادي الاهلي ان يكون رغبه متجدده والدوافع متجدده مهما كان الطقس مهما كانت الظروف. عشان كده بنعذر الحقيقه لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني في ظل الضغط الكبير جدا، لكن هو ده قدر النادي الاهلي. كل مباراه بتخشها لابد يكون الهدف هو الثلاث نقاط، الهدف هو انكار الذات للجميع، هو النادي الاهلي. عشان كده ثقتنا كبيره جدا ان شاء الله في لعيبه النادي الاهلي رغم كل الظروف الصعبه جدا دي، لكن ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي اداه ودود ويستمر النادي الاهلي مشيئه الله بجديته الكبيره وباصراره الكبير في بطوله الدوري العام. بكره المران الاخير وبعده هيكون في معسكر مغلق. بالتأكيد غدا الساعة 6 هو التدريب الأخير لفريق النادي الأهلي، ومن بعدها دخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة فاركو اللي بنأكد عليها مباراة مهمة جدا، لكن إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لفرقتنا لجهازنا الفني، وإن شاء الله بإذن الله تكون فرحة كبيرة جدا لكل جمهور النادي الأهلي بمشيئة الله إن شاء الله. بنأكد مرة ثانية كريم، الوحيدين اللي بره حسابات فاركو زي ما قلت لنا بيرسي تاو وعمر كمال عبد الواحد، ما عدا ذلك كل سكواد النادي الأهلي جاهز وتحت أمر الجهاز الفني. بالتاكيد الجاهزيه كامله لكل اللاعبين باستثناء طبعا عمر وتاو، لكن الحمد لله اطمننا زي ما بقول لك على كل الجاهزيه الخاصه لكل اللاعبين. ان شاء الله باذن الله مستر كولر يكون موفق جدا في اختيار القائمه ومنها ان شاء الله في اختيار التشكيل، وان شاء الله يكون يوم سعيد بمشيئه الله الاهلي وفاركو. مباراه مهمه لكن ان شاء الله باذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز كريم احمد من النادي الاهلي في الجزيره. دي كانت لقطات من تمرين النادي الاهلي شفناها مع حضراتكم، وشفنا واضح طبعا يعني النهارده شفنا بعض التمرينات التحكم بالكرة، الدويتوهات، الباسات العالية، يعني حاجات دي أنا بشوفها الحقيقة لأول مرة في تمرين نادي الأهلي. طبعا احنا بننقل لحضراتكم كل يوم أجزاء أو لقطات سريعة جدا من التمرين، لكن زي ما قال كريم برضو واضح أنه تطلب من لعيب يبدأ موسم في شهر 9 يلعب كل الماتشات دي، بيتمرن تقريبا شبه كل يوم، أنه يبقى بنفس التركيز والمستوى والجاهزية شيء صعب يعني، وخصوصا كمان حسابيا لما تتكلم على انه من يوم 28/6 يوم الجمعه اللي جاي ماتش فاركو لغايه يوم 17/8 بتتكلم في شهر ونص تقريبا تلعب نص سيزن في الدوري، برضو عبء كبير جدا على اللعيبه والجهاز الفني. يعني يمكن علشان كده احمد المدير الفني او مارسيل كولر يعني بيحاول كل يوم يعمل تمرينات جديده او تدريبات جديده لكسر حاله الملل اللي ممكن تصيب اللاعبين، خاصه ان انت بتشوف او بتتابع بعض اللاعبين اللي حصلوا على اجازات بعد نهايه او الموسم بتاعهم مع انديتهم، فاكيد اللعيبه بتتاثر بحاجه زي كده. ان انت زي ما انت قلت في عز ما اللعيبه كلها هتبدا تاخد راحتها، خاصه كمان في اوروبا بعد انتهاء اليورو، هتبقى انت في عز الضغط هنا في الموسم بتاعك، مطالب ببطوله كبيره، انت بتلعب باسم النادي الاهلي، فدايما عليك المسؤوليه انك تحقق امال الجمهور في الفوز ببطوله كبيره زي بطوله الدوري، بطوله مهمه عند كل قطاع الكره في النادي الاهلي سواء مجلس اداره او نادي او جمهور او متابعين حتى في المجال الاعلامي. فبطوله الدوري بطوله مهمه، النادي الاهلي على اعتاب ان شاء الله يعني تعويض فارق النقاط بعد لعب المؤجلات، وان شاء الله يروح للمكان اللي متعود عليه طبعا في صداره الترتيب ان شاء الله. وفي منافسه موجوده، منافسه كبيره جدا في على لقب الدوري للنهايه. اعتقد ان النادي الاهلي متوقع ان المنافسه تستمر للنهايه، ولا محطتين بيراميدز يكونوا فاصلين بشكل كبير جدا في حسم البطوله؟ لا يعني يمكن احنا اتكلمنا مع بيراميدز 12 و22 7 بالظبط، يعني هي دي يمكن دي المواجهات المباشره مع المنافس المباشر. خلينا نعترف ان خلاص بيراميدز تاكد ان هو المنافس المباشر للنادي الاهلي على لقب بطوله الدوري هذا العام، زي ما بيراميدز بيتعامل مع النادي الاهلي. بالمناسبه بيراميدز هذا الموسم مختلف تماما عن المواسم السابقه، يمكن ما فيش اي تصريحات اعلاميه صدرت من بعض المسؤولين في بيراميدز زي الموسم الماضي يعني او المواسم اللي قبل كده. هم واضح ان هم مركزين على مبارياتهم، بيلعبوا كل ماتش بماتش، قدروا يعملوا رقم كبير ان هو 12 فوز متتالي في بطوله الدوري، فده يقول لك ان انت امام منافس مركز على حصد اللقب. ولكن
هيصطدم في النهايه مع فريق زي النادي الاهلي طبعا. اعتقد ان هو عارف هدفه كويس جدا، محطتين بيراميدز بالتاكيد 6 نقاط مهمين جدا هيكونوا فاصلين في طبعا في تحديد بطل الدوري هذا الموسم. ولكن انت عندك، احنا زي ما اتكلمنا قبل كده وقلنا ان كل مباراه ليها تحدي خاص، يعني انت بتواجه فاركو المباراه القادمه وفاركو عينه على البقاء وعنده منافسه شرسه جدا مع البلديه ومع المقاولين ومع اللعيبه او الانديه اللي في مؤخره الجدول. ففاركو عايز ليه لا احقق ال3 نقاط. شفنا امبارح الداخليه او اول امبارح بتعمل مفاجاه كبيره وبتتغلب على زد. يعني المقاولين ايضا تغلب على زد، فكل نادي عنده التارجت اللي عايزه من طيب. خلال بطوله الدوري. انا هاجي معاكم لبيراميدز، بس عايز اسمع راي احمد. هل فكره انه يعني هو طبعا جمهور النادي الاهلي بالذات يمكن يحس بالسؤال ده او مدرك تماما طبيعه السؤال ده، لانك في كل ماتش بيلعبه النادي الاهلي مع اي فريق حتى لو بيلعب في كاس مصر مع فريق ما بيلعبش في الدوري الممتاز اصلا، تحس انه الفريق ده بيتحول لريال مدريد. هل فكره ترتيب الماتشات او فكره موقف الفريق المنافس ليك في جدول الترتيب بيأثر على شراسته، على تركيزه، على اهتمامه، على أدائه وهو بيلعب مع النادي الأهلي، ولا مباراة الأهلي في حد ذاتها بطولة لأي فريق في أي توقيت؟ طبعا مباراة الأهلي في حد ذاتها بطولة كبيرة جدا بالنسبة لأي لاعب وبالنسبة لأي نادي بينافس طبعا على الهبوط، وشايف أن مباراة الأهلي بالنسبة له بتبقى مهمة جدا أنه يظهر فيها كل إمكانياته وكل مهاراته. ده جزء مهم جدا، غير أن كمان مكسب النادي الأهلي في حد ذاته بالنسبة له دي بطولة. الجزء الثاني موقف بالنسبه للمدير الفني اساسا طبعا، وبالنسبه للعيبه اساسا، الجهاز الفني كله. اي جهاز فني بيلعب النادي الاهلي الفوز بالنسبه له يعادل تقريبا تتويجه وبطوله الدوري بالظبط. ليه كمان شفنا الداخليه في اخر ماتش لعبناه، والداخليه يعني من الفرق اللي بتعاني الموسم ده بشكل كبير، قدمت جيم كبير جدا قدام النادي الاهلي. وفاركو نفس الكلام، فاركو في المباراه قدم جيم كبير طبعا في مباراه الذهاب، واعتقد ان هو هيقدم جيم كبير جدا برده في مباراه العوده. خلينا نقول ان فريق فاركو يعني فريق من بقاله اكتر من 10 ماتشات حتى في المباريات اللي ما كانش بيكسب فيها كان بيقدم اداء كويس جدا، لكن كان عنده سوء توفيق. معاهم مدير فني، انا بشوف ان هو مدير فني مستقبل احمد خطاب، انا بشوف ان هو مدير فنيين الكويسين جدا قدر يستلم فرقه فاركو بعد طبعا بعد تذبذب اداء كبير جدا، وبعد ما هم بيعانوا من بدايه الموسم بيعانوا وغيروا اكتر من جهاز فني، لكن احمد خطاب قدر يعمل اداء كبير جدا مع فريق فاركو. فبقى اغلب مباريات قدموا منافسين كبار جدا كان بيبقى قبله سوء حظ، لكن دايما بقول ان ممكن سوء الحظ بيمشي، يعني عندك مره اتنين، لكن مع الوقت انت بترجع وبتحقق، وده اللي حصل. فاركو كان في الترتيب اللي قبل الاخير، دلوقتي فاركو عدى بلديه المحله وبقى في المركز ال 14 تقريبا. هنستعرض جدول الترتيب بتاع الدوري. فالنادي الاهلي اي منافس بيقابله بالنسبه له كجهاز فني كله بيبقى شايف ان المباراه دي بالنسبه له مباراه كده كده يعني محسومه للنادي الاهلي. في ناس يقول لك في ماتشات سهله، لا مفيش ماتشات سهله خالص. أنا دلوقتي انا ما شفتش الاهلي ماتش سهل، يعني انا بستغرب، انا دايما بقول المقوله دي ودايما بكررها وهكررها واعدها. لو فرق الدوري بتلعب كل ماتشاتها في البطوله دي زي ما بتلعب قدام النادي الاهلي، الدوري المصري ده يبقى اقوى دوري في المنطقه العربيه وفي افريقيا وواحد من اقوى الدوريات في العالم. الداخليه لو قدم الاداء اللي بيقدمه قدام النادي الاهلي من اول الموسم اعتقد ما كانش هيبقى في المركز ده تماما. فهي دي نقطه مهمه جدا، نقطه فاصله. ليه دايما تبقى عقليه اللاعب ما تتغيرش تلعب كده قدام كل المنافسين؟ لا هقول لك ليه. الشو طبعًا مع الاهلي طبعًا حاجه ثانيه خالص. يعني اولا مصر كلها بتتفرج، انت بتلعب او الفريق بيلعب في الموسم 34 ماتش، هو عارف انه في ماتشين قدام النادي الاهلي مصر كلها بتتفرج عليهم، ممكن تحقيق انجاز قدام بطل افريقيا والفريق اللي بيلعب في كاس العالم، وده ساتسفاكشن. يعني في لعيبه بتفضل طول حياتها حتى بعد ما بتبطل عايشه على ذكرى هدف، يعني لاعب يفضل عايش على ذكرى هدف سجله امام النادي الاهلي رغم ان هو لم ينتقل للنادي الاهلي، ولكن الناس بتقابله مثلا في الشارع وبتستضيفه في القنوات بتقدمه على انه صاحب هدف مثلا جميل امام النادي الاهلي، او ده اللي فاز، او ده اللي سجل هدف الفوز على النادي الاهلي يوما ما. فانت مش عايز الانديه كلها تيجي قدام النادي الاهلي وتتحمس، لا اكيد بالطبع يعني. ولكن انا عايز اقول لك على حاجه قبل ما نعدي قصه الدوافع اللي عند كل انديه الدوري. هل تم حسم مركز واحد من مراكز الهبوط حتى الان؟ لا لسه. هل تم حسم اي مركز داخل المربع الذهبي؟ لا. هل تم حق الاول والثاني؟ يعني انا بتكلم يعني ان الثالث والرابع لسه عليهم منافسه، تمام. مراكز الهبوط عليها منافسه، بطل الدوري عليه منافسه. اذا انت في اوج
مراحل التنافس في عمر مسابقه الدوري. فما فيش فرق بين مواجهه الداخليه ومواجهه المقاولين ومواجهه فرق. كل نادي يمتلك من الدوافع اللي تخليه امام النادي الاهلي او النادي الزمالك او نادي بيراميدز عنده الدوافع اللي تخليه يدخل كل مباراه بغرض الفوز وتحقيق النقاط، سواء لضمان البقاء سواء لتحسين المراكز او التشبث بمركز في مراكز المربع الذهبي، او حتى بيراميدز في طريقه لمنافسه النادي الاهلي على لقب الدوري. فكل نادي داخل جدول الدوري عنده من الدوافع ما يكفي للعب مباراه قويه خلال الاسابيع المتبقيه من عمر بطوله الدوري. عشان كده انا بشوف ان مفيش فرق بين مواجهه الداخليه او مواجهه كل طبعا فريق بيمتلك من الامكانيات والادوات ومفاتيح اللعب وطرق اللعب. يعني احنا شفنا الداخليه 11 لاعب تحت الكره 90 دقيقه حتى وقت ما النادي الاهلي احرز هدف، وشفنا بالمناسبه حتى في مباراتهم امام زد نفس الكلام، يعني 11 لاعب داخل منطقه الجزاء. دي فلسفه وطريقه لعب مدير فني للداخليه. هتواجه مدير فني زي ما احمد مصطفى كان لسه بيتكلم عن الكابتن احمد خطاب مع فاركو، لا هو الراجل بيلعب بخطه متوازنه، عارف امتى ينزل تحت الكره وامتى يبدا يشتغل. أنا قبل ما اتكلم في ماتش فاركو عايز ادردش معاكم شويتين كده عشان نوضح للناس، يعني كلام للاسف الشديد جدا مش عايز اقول يعني محاوله للتغييب او محاوله لانك انت تقلب الترابيزه، لكن هو الحقيقه مين اكتر تضرر من سيناريو الدوري في الموسم ده؟ يعني خلينا نقول مثلا على مستوى المنافسه، هل لو بيراميدز بيلعب راس براس جنب النادي الاهلي، يعني فكره انه الفارق النهارده بينه وبين الاهلي على الورق رقميا وهو في الصداره وحاسس انه راكب الجدول بفارق مريح حتى لو الاهلي ليه مؤجلات، ده مأثر على بيراميدز ايجابا ولا سلبا؟ يعني مسهل عليهم المشوار ولا مصعب عليهم المشوار وحاططهم تحت ضغط؟ لا مسهل عليهم المشوار طبعا. وانا اختلف مع ناس كتير بتقول ان بيراميدز الموسم ده مختلف، لا هو بيراميدز طول عمره عنده سكواد قوي ما اختلفش، هو الاختلاف الوحيد ان بيراميدز فارق جدا بالنقاط لان النادي الاهلي كان مشغول ببطوله افريقيا، ده نقطه مهمه جدا. وعايز اقول حاجه والوقت والمباريات هتثبتها، فريق بيراميدز لو النادي الاهلي كسب المؤجلات بتاعته وعدى فريق بيراميدز، لا انا اسالك السؤال بشكل تاني، لو الاهلي بيلعب بشكل، لو الاهلي خرج من دور المجموعات وما لعبش في كاس العالم ومشي هو في المسابقه بيراميدز مع بيراميدز، هل كان بيراميدز يمشي بنفس الاريحيه؟ بص يا احمد خلينا نتفق في حاجه مهمه جدا، بيراميدز فريق لا يستحمل الضغط. النادي الاهلي طول عمره متعود على الضغط، ضغط المباريات وضغط البطولات كل ده النادي الاهلي متعود عليه، وضغط كمان الجماهير. لكن فريق بيراميدز يعني البطولات والتاريخ بيقول ان هو ما استحملش ضغوطات تماما من اي انواع. فانا بشوف ان فريق بيراميدز يعني هو اكتر فريق استفاد طبعا لان هو تفرغ تماما لبطوله الدوري. وكمان ساعده النادي الاهلي، دايما انت بتقعد تحسبها ايه، انا متصدر والنادي الاهلي شايف ان هو جاي من بعيد. لكن خلينا نوصل كده لقدام شويه ونتخيل السيناريو، النادي الاهلي يكسب مؤجلاته، يعني انت وبلال اتكلمت احمد في حته ان الاهلي مباراه بيراميدز هتبقى فيصل، لا انا بشوف ان هي مش هتبقى مباراه فاصله، الماتشين هيبقى الماتشين 6 بونت، الماتشين مش يعني هم 6 بونت، لكن الفيصل الحقيقي في 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 بطوله الدوري لما النادي الاهلي يوصل لصداره الدوري او يعدي نادي بيراميدز. فريق بيراميدز اي مباراه بعدها هيلعبها بضغط كبير جدا وده هيخليه يفقد نقاط كتيره. لكن هو دلوقتي بيلعب وشايف نفسه ان هو متصدر الدوري، بيلعب باريحيه، بينزل بثقه كبيره جدا وشايف النادي الاهلي بعيد عنه، فدي في حد ذاته بتخلي اللعيبه دايما بتلعب بـ 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 بطريقه مميزه وبيلعب بثقه كبيره جدا مخلياهم مديهم افضليه. لكن الناس بتتكلم في نقطه وتقول ان النادي الاهلي ليه مميزات، لا النادي الاهلي على فكره مضغوط، النادي الاهلي يعني ده قدره ان هو دائما مشغول بالبطولات، النادي الاهلي مش قدره ان هو دائما عنده لا لما تلعب 15 مباراه، لما مطلوب منك تلعب 15 مباراه وانت عارف انه الاهلي غير اي فريق هتطلب منه يلعب 15 مباراه فهيكسب 10 ويخسر 5 مثلا، هتقول له والله شكرا جزيلا جدا انت عملت انجاز عظيم، يعني ما تجيب منهم 13 بونت 30 بونت في 15 مباراه في فتره شهر ونص، ده يبقى انجاز عظيم طبعا. جدا فما بالك بفريق مطلوب منه يلعب 15 مباراه في فتره 45 او 47 او 48 يوم اللي هم نص مشوار البطوله، انا عايز بس هيتحط تحت ضغط المكسب ده، وحد يقول لك اصل الفريق اللي استفاد من فكره تاجيل المباراه. انا عايز افكر الناس بس بحاجه، هم الناس فاكرينها طبعا، بس يعني هو في ناس بتتعمد ان هي ما تذكرش الكلام ده. هو النادي الاهلي لما خسر لقب الدوري سنتين في اخر تقريبا 4 مواسم وكان بنفس سيناريو المؤجلات وضغط الماتشات والتفرغ لبطوله افريقيا، كان فين الاصوات اللي بتتكلم عن انتظام المسابقه ولعب الاهلي للمؤجلات؟ ولكن عشان كان هو مستفيد وقتها وقادر ان هو يمشي في جدول الدوري بشكل كويس ما كانش حد بيتكلم. هو السؤال اللي انت طرحته دلوقتي ده سؤال مهم جدا، هل بيراميدز متضرر
من الكلام ده؟ لا مش متضرر. بيراميدز لو متضرر وباعتباره المنافس المباشر للنادي الاهلي عن اللقب كان اصدر بيان واعترض على شكل الجدول او او او. وبعدين يا جماعه هو اللي بيتكلم عن شكل مسابقه او مؤجلات، انت اتكلم وخد المواقف اللي انت عايزها. انا ما اقدرش انكر عليك. لا لا انا بتكلم عامه، لا لا انا بتكلم عامه عن ان انت حقك تماما انك تاخد الموقف اللي انت شايفه في مصلحه النادي، ولكن اياك انك تذكر النادي الاهلي او تزج باسم النادي الاهلي في الموضوع. النادي الاهلي اكتر نادي شارك في عدد مباريات الموسم ده، النادي الاهلي اكتر فريق لعبته بتروح منتخب مصر الاول. ما تقارنش نادي بيروح منه لاعب واحد مع احترامنا لجميع اللعيبه لمنتخب مصر، ونادي بيروح من السكواد بتاعه داخل منتخب مصر فقط 10 و11 لاعب كل تجمع، وبيسافروا وبيلعبوا اساسيين 6 و7 لعيبه، ومع ذلك النادي الاهلي غير مسؤول عن وضع جدول مسابقه، النادي الاهلي غير مسؤول عن ان هو بيشارك في منافسات قاريه وبيرفع اسم مصر في كل المحافل القاريه والعالميه وتيجي تحاسب النادي الاهلي. لا، النادي الاهلي اللي بيطلب منه بيتبعت له جدول، بيستلم الجدول وبيمشي عليه. زي ما انت قلت احنا هنلعب في خلال اقل من شهر ونص تقريبا كام؟ 15 تقريبا مباراة. ومع ذلك النادي الاهلي بيمتثل وبيستعد وبيلعب. كان نفسنا النهارده نيجي ونحلل مباراه القمه، كان نفسنا نقول مين المدير الفني اللي تفوق على المدير الفني الثاني، مين كان الورقه الرابحه في الاهلي وفي الزمالك، مين الحارس اللي كان عنده افضليه وادى الافضليه لفريقه في المباراه، ولكن الناس اختارت طواعيه ان هي ما تلعبش المباراه. فانت عايز تاخد مواقف خد مواقف كما شئت، ولكن اياك ان تزج باسم النادي الاهلي في اي موقف من المواقف، لان النادي الاهلي اذا كنت انت بتعاني من عك في اداره المسابقه فالنادي الاهلي عانى الامرين وخسر خسائر اكبر من اي نادي اخر خلال الاربع او خمس سنوات الماضيه، كلفته خساره بالمناسبه لقب او لقبين لبطوله الدوري، ومع ذلك النادي الاهلي تحمل تبعات دوت. كلفته خساره لقب دوري ابطال افريقيا بالظبط، يعني القاب ولكن النادي الاهلي تحمل تبعات ده وكمل في طريقه لان هو ده قدر الكبار. طيب عايز ابص معاكم بصه سريعه جدا على فرقه فاركو وسيناريو المواجهه بتاع يوم الجمعه، وبعد كده نفرد ملف اليورو بقى ونتكلم في البطوله الاجمل والاروع في هذا التوقيت. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع بلال محسن واحمد مصطفى. النرويج ده كان المؤامره اللي خرجت منها بالظبط. النرويج صلاح الدين كانت النرويج كانت النرويج صح ذكرياتنا. طب نروح بقى لليورو السنه دي. واحد، هل خلفت اليورو التوقعات المبدئيه؟ يعني نظرتنا للمنتخبات اختلفت بعد دور المجموعات، ولا كل ما تم توقعه او كل ما كان منطقي ومتوقع حصل في دور المجموعات؟ هبدا من مصطفى. يعني انا بالنسبه لي شايف ان هو منطقي جدا، منطقي يعني جدا منطقي. يعني انا شايف ان بطوله اوروبا كمان توقيتها بالنسبه للاعبين الكبار فيها اجهاد، يعني في لعيبه كتيره مجهده، وده باين جدا في لو بصينا للبطوله كلها من بدايتها. الفرق او المنتخبات اللي مقدمه اداء كبير، يعني المنتخبات اللي مش متوقع تماما ان هي تنافس. ايوه، منتخبات زي النمسا اللي تصدرت مجموعتها طبعا. النمسا حصان اسود طبعا. انا بتكلم في منتخبات انت مش متوقع، منتخب زي سويسرا، وانا دايما براهن على المنتخب السويسري، والمنتخب السويسري يعني هو القرعه وقعته مع المنتخب الايطالي، لكن انا مراهن عليه ان هو يوصل لبعيد في البطوله دي، ان هو منتخب قوي وقدم مباراه كبيره جدا امام المنتخب الالماني. ففي منتخبات انت دائما مش بتتوقع، وده كاس العالم اللي فات ظهر الحاجات دي. ففي منتخبات خلاص عندها دوافع اكبر بكتير من من المنتخبات الكبيره. طيب هم جابوا لنا ترتيب المجموعه الاولى، وهنستعرض ترتيب المجموعات، بس سؤال، هل البطل ظهر بالنسبه لبلال؟ يعني حتى الان لا. يعني بص خلينا بس، انا عندي راي في اليورو يعني فيما لعب من مباراه اليورو او دور المجموعات، ان زياده عدد الفرق لاول مره في هذه النسخه مأثر شويه على شكل المنافسه. يعني انت دلوقتي بتتخلص من الفرق اللي دخلت على اليورو، بتصفصف المجاميع على الفرق اللي بعد كده هتقدر ان هي تنافس. حتى الان من اللي ظهر في دور المجموعات اسبانيا في طريقها للتتويج باليورو حتى الان، والمانيا الفرقتين دول، ولكن انا هقول لك انا بشجع اسبانيا، بس خد بالك اسبانيا الحقيقه حتى الان انا بقول حتى الان الفريق الافضل. حتى هقول لك على حاجه، خد بالك السنه النسخه الاخيره ما كانش حد مثلا يتوقع ان ايطاليا ممكن تعملها بالظبط، وكان في منتخبات كتير جدا. لا انا عايز اساله سؤال، هل عندك خلاف على ان اسبانيا حتى الان في دور المجموعات هو المنتخب الافضل؟ دايما مش اللي لازم يكسب هو المنتخب الافضل. ماشي، انا مش مختلف، وهو المنتخب الوحيد اللي حقق العالم الكامل. هل حد كان يتوقع بعد اول مباراه كل اللي اتفرج على اول مرتين المنتخب الالماني، بما اننا كنا بنتكلم عن المجموعه كله، قال لك منتخب المانيا خلاص في طريقه لحصد اللقب لان هو قدم فعلا مباراتين كويسه. مجموعه المانيا ما يتقاس عليها برضو مثلا، بس الفكره كلها اداء المانيا فعلا كان قوي جدا. انا اتفاجئت بيه، انا نفسي اتفاجئت بيه الاداء القوي. بص هقول لك حاجه، مثلا انا هولندا من المنتخبات اللي بعد مواجهتها مع فرنسا قلت هولندا ممكن تكون داخله في اطار الفرق السنه دي، هولندا عمرها زي بلجيكا، لكن الحقيقه يعني حتى خسارتها قدام النمسا كمان بالنسبه لي كانت، حتى لو هولندا كانت كسبت النمسا هولندا عمرها ما تبقى فرقه بطوله في عز مثلا. لا ازاي بطل يورو 8
88 ايوه كان قصدي انا قصدي دائما يعني من بعد 88 ونهائي كاس عالم قدام اسبانيا لا ولا لا ونهائي قبل كده وخرجوا في قبل النهائي امام البرازيل هو دائما يعني ونهائي كاس عالم تاني قدام ارجنتين 78 هم دايما سيمي فاينال كاس عالم امام الارجنتين هولندا فريق دايما ممتع ده ماتش الخناقه ده ماتش الخناقه وكان هولندا احمد فريق دايما ممتع فريق دايما عنده اعتقد من افضل اللعيبه على فكره التاريخ. اجيال لا لا انا لو عديت لك طبعا لو عديت لك اسماء نجوم طلعوا من هولندا زندن واوفر مارس ولعيبه كتيره جدا وكومان في دايما اجيال كلها كانت ممتعه وعندك كلايفيت انت خلينا عشان هو شتتنا خلي بالك احنا بنتكلم ان الفريق بطل اليورو مين انت قلت اسبانيا لا انا بطل اليورو في قبل ما اليورو يبدا قلت يا المانيا لا قول لي واحد هم يا المانيا اسبانيا فرنسا انجلترا طيب خلاص خليني اقول اسبانيا اسبانيا احمد انت شايف ايه يعني شايف ان فرنسا جايه ماشي انا بقول البرتغال البرتغال بغض النظر البرتغال الحقيقه انا متحمس جدا وصعبان عليا ما اقولش انجلترا الحقيقه بصراحه هو ضايق علينا الاختيارات بس ماشي هو ضايق على نفسه برضه بالبرتغال دي تعال نروح نشوف ترتيب المجموعات يلا نشوف مع بعض ترتيب المجموعات ومين المنتخبات اللي ضمنت التأهل افكركم مره ثانيه 6 مجموعات هيتأهل الاول والثاني من كل مجموعه مباشره لدور ال16 وهيتم اختيار افضل 4 توالت للمشاركه مع ال12 منتخب يبقى اكتمل هنا ملامح دور ال16 المجموعه الاولى المانيا طبعا صدرت المجموعه برصيد 7 نقاط وسويسرا في المركز الثاني ب5 نقاط والمجر في المركز الثالث المجر في المركز الثالث اسكتلندا المركز الاخير واسكتلندا باي باي اسكتلندا ودعت يعني طبعا على خلفيه المجموعه دي حصل اشتباكات وضرب ورجعونا عنيف جدا طيب هو جمهور اسكتلندي مازال الجمهور عنيف بصراحه طب نروح للمجموعه الثانيه مجموعه الموت بصراحه اسبانيا بتاتي في الصداره طبعا بالعلامه الكامله 9 نقاط وكلين شيت وده رقم مميز في لاسبانيا في دور المجموعات الفريق الوحيد اللي قدر يطلع بكلين شيت في الثلاث مباريات في المركز الثاني طبعا ايطاليا ب4 نقاط وضمن الصعود كتاني للمجموعه كرواتيا طبعا والخروج الحزين والنهايه الغير متوقعه طبعا لوكا مودريتش طبعا بعد اهداره ركله الجزاء وخلينا نقول ان كمان على ذكر المجموعه دي ان دونا روما عامل واحده من اعظم المستويات اللي ممكن يقدمها حارس مرمى على مدار التاريخ دونا روما عامل كل حاجه يعني يمكن الكل تابع مباراه عمره ما كان مقنع بالنسبه لي دونا روما لا ولكن حتى انا زيك بالظبط بص احمد يعني خلينا نقول ان هو لو حارس جيد بس ما هوش عامل بس في البطوله مستواه في البطوله يعني ما ينفعش تقول مثلا انه بوفون او انه حارس نوير او انه حتى الان هو افضل حارس في البطوله حتى الان لا يعني مفيش حد عمل مستوى اعظم ما عنديش مانع انه يبقى افضل حارس بالبطوله لكن حتى الان برضه ما اقدرش اصفه بانه حارس عملاق يعني الضجه اللي صاحبت دونا روما او حتى في انتقاله من بي اس جي للميلان ما كانتش تتناسب مع امكانيات هو حارس كبير يعني هي كانت بدايته بتقول ان هو رايح لبوفون يعني وكان مشروع ولكن احنا بنتكلم بلغه يعني الارقام في البطوله حتى لو تفتكر كيلور نافاس قبل قدوم دونا روما كان افضل بكتير جدا من دونا روما طيب نكمل بقيه المجموعات احنا طبعا كرواتيا باي باي ودي قلنا مفاجاه البطوله طبعا ونهايه حزينه لانه ما فيش فرصه انها تبقى حتى من افضل التوالد البانيا طبعا في البانيا برضو المركز الاخير المجموعه دي ما صعدش منها احسن توالد نروح للمجموعه الثالثه طبعا المجموعه الثالثه مجموعه انجلترا وانجلترا بيقدم منتخب انجلترا الحزين بتقدم الحقيقة. كالعاده انا مش بقول كالعاده أو مش يعني مش مقنع هي افضل واحد من افضل سكواد اللي موجوده في البطوله هو مش المنتخب هو ساوث جيت يعني هل القصه ساوث جيت لا مش ساوث جيت هو ساوث جيت طبعا عنده مشكله مع المنتخب الانجليزي لكن لو بصينا دايما لتاريخ المنتخب الانجليزي دائما كل ما نيجي طب خلينا نشوف الترتيب الاول وهنرجع لانجلترا انجلترا في المركز الاول برصيد 5 نقاط الدنمارك في المركز الثاني 3 نقاط وطبعا سلوفينيا في المركز الثالث وصعدت يعني من احسن طريق سلوفينيا واحد من المنتخبات اللي اتاهلت لدور ال 16 كافضل توالي ثم صربيا في المركز الاخير باي باي طب احنا عايزين نقول حاجه على المجموعه دي طبعا انت عارف ان في سابقه لاول مره بعد تساوي سلوفينيا والدنمارك في عدد النقاط وعدد الانذارات وعدد الاهداف المسجله وعدد الاهداف المستقبله تقريبا لاول مره حادثه بتحصل ان الدنمارك وسلوفينيا يتساووا في كل شيء تقريبا فال ويفا عملت لجأت لان او لقوا اكتشفوا ان المدرب المساعد لمنتخب سلوفينيا تلقى انذار في احد المباريات وده ادى افضليه للدنمارك للصعود على حساب سلوفينيا يعني سلوفينيا نزلت من المركز الثاني للمركز الثالث علشان انذار ناله المدرب او حصل عليه المدرب المساعد للمنتخب يعني واحده من الحاجات اللي طبعاً. بيتكلم عنها الصحف العالميه كلها النهارده يعني صحيح نروح للمجموعه اللي بعدها وصلنا كده المجموعه الرابعه اتفضل يا احمد او بلال المجموعه الرابعه يعني النمسا طبعا اتصدرت المجموعه وفي واحده من مفاجاه البطوله طبعا مع منتخبين من العار الثقيل كبار جدا
وهولندا وفرنسا وبولندا. فرنسا خمس نقط وهولندا وطبعا بولندا. وعايز هولندا تأهلت بس كأفضل ثالث طبعا. كأفضل ثالث وبولندا ودعت ليفاندوفسكي باي باي مع فرنسا اهدر ركله جزاء. ارناتوفيتش برضو قصه وحكايه وروايه الحقيقه. ولد يعني لعيب بصراحه من اللعيبه اللي الستايل بتاعهم طبعا نجم النمسا اكيد. وعلى ذكر طبعا النمسا يعني احنا بنقول للساده المشاهدين بنفكرهم ان افضل ترتيب حصلت عليه النمسا في تاريخها كان بقياده مارسيل كولر. انت عارف ان هو قاد النمسا للمركز العاشر على مستوى رانكينج على مستوى العالم. ده مارسيل كولر وقت ما كان بيتولى طبعا تدريب منتخب النمسا ورانجليك رالف رانجينياك اكس مانشستر يونايتد المدير الفني اللي كان تولى مانشستر يونايتد واحده من اسوا فترات مانشستر يونايتد بيقود طبعا النمسا في هذه البطوله للصداره. يلا. ومفاجاه كبيره طبعا. طبعا مفاجاه تصدرها المجموعه على حساب فرنسا وهولندا والاثنين من المنتخبات الكبيره. اعتقد حصان اسود البطوله النمسا بلا نقاش. نروح لماتشات النهارده اللي هيتحسم ترتيب المجموعات الخامسه والسادسه بناء على نتائجها. وافكركم بماتشات النهارده عندنا سلوفاكيا رومانيا اوكرانيا بلجيكا مجموعه الخامسه. الماتشات دي هتتلعب الساعه 7 بتوقيتنا. وتشيك تركيا برضو واحده من الماتشات اللي بلال متحمس ليها جدا بالزبط. وجورجيا والبرتغال 10 بتوقيتنا هنا في القاهره. وتعالوا نشوف قبل المواجهات الحاسمه اللي هتحدد ترتيب المجموعات النهائي مجموعه الثلاث نقط النهارده. يعني انت عارف ان سلوفاكيا ورومانيا واوكرانيا وبلجيكا الاربع منتخبات عندهم الثلاثه ثلاث نقاط طبعا واحده من المجموعات القويه على مستوى النقاط طبعا اهو. رومانيا بتيجي في المركز الاول, بلجيكا بعد كده سلوفاكيا واوكرانيا في المركز الاخير. ده الترتيب طبعا اكيد الاهداف والبطاقات الصفراء على مستوى المواجهات النهارده. في مواجهه قويه جدا على ارض الملعب اوكرانيا وبلجيكا. بلجيكا المنتخب هما المواجهتين الحقيقه قويين لان كل دي المجموعه الوحيده التي لم يتاهل منها احد ولم يقصى منها احد. المستوى كله متقارب يعني اداء الاربع فرق شبه بعض جدا في فبالتالي ماتشات النهارده اكون او لا اكون وبالمناسبه يعني لو الماتشات ماتشين النهارده انتهوا تعادل الموقف هيبقى معقد جدا في المجموعه دي. هتبقى لكل المنتخبات اربع نقاط نقاط وهيبقى كده فيها افضل توالد. خلي بالك لانها هتاثر على التوالد اللي صعدت امبارح لو انتهى يعني كده لو انتهى التعادل يبقى اوكرانيا باي باي. لا ما هيبقى كله عنده اربع نقاط ولكن المركز الاخير في المجموعه هيخرج اللي هي هتبقى اوكرانيا ونتمنى لها الخروج ان شاء الله. بس انا اتوقع ان اوكرانيا تصعد. عارف ليه طبعا؟ تتوقع اوكرانيا تصعد؟ ليه بقى؟ اتفرجت على اوكرانيا. اوكرانيا قدمت مباراه كبيره جدا 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 امام منتخب رومانيا وخسرت, وقدمت مباراه كبيره جدا امام منتخب سلوفاكيا وكسبت بعد ريمونتادا كانت خسرانه وكانت تقدر تكسب اكتر من 2-1. اتفرجت عليهم عندهم لعيبه كويسه جدا وعندهم سرعات. انا بشوف نسخه اوكرانيا نسخه مميزه جدا في اليورو دي واتوقع ان هم يقدموا مباراه كبيره النهارده قدام منتخب البلجيكي. تمام نروح لاخر مجموعه المجموعه الخامسه ودي هيكون عندنا بتوقيتنا هنا 10 مساء. التشيك في مواجهه تركيا مواجهه مهمه جدا وقويه جدا. والبرتغال اللي ضمنت خلاص التاهل في دور يعني 16 في مواجهه جورجيا. طبعا المجموعه فيها برضو فيها فرق بتلعب كوره وبرضو يعني الاربعه يعني الاربع فرق يملكوا طبعا البرتغال تأهلت لكن اقصد اقول الثلاث منتخبات اللي بعدها كلهم عندهم امل في الحصول على بطاقه البرتغال. كمان عنده منتخب البرتغال عنده رقم مميز ان بيصعد للمره السادسه تقريبا تواليا على التوالي لدور او للمواجهات الاقصائيه في تاريخ اليورو. يعني يمكن ده المنتخب الوحيد اللي عمل كده. النهارده طبعا المجموعه الاول قبل البرتغال بتاتي في الصداره طبعا 6 نقاط من مباراتين. تركيا 3 نقاط خساره ومكسب. المركز الثالث طبعا التشيك في المركز الثالث نقطه واحده وجورجيا في المركز الاخير ايضا بنقطه واحده. طبعا مباراه قويه جدا بين تركيا وبين التشيك النهارده. لو قدر احد الفريقين ان هو يفوز مع خساره البرتغال هتتعقد الحسابات. ممكن حد يصعد اول على حساب البرتغال لو في فريق اهداف كبير بالظبط. يعني مستحيل تخسر يعني انا بتكلم لو احنا برضو بنتكلم لسه حسابات المجموعه يعني قائمه ومواجهه قويه طبعا بين جورجيا والبرتغال. وعلى ذكر حراس المرمى حارس مرمى جورجيا عمل مباراه كبيره جدا المباراه الماضيه طبعا واتوقع ان هو هيعمل مباراه كبيره امام البرتغال الا لو كان لكريستيانو رونالدو راي اخر. يعني هل البطوله خلينا نتكلم على مستوى اللاعبين الاول, هل البطوله ظهر فيها نجوم جديده يا احمد؟ يعني هل ممكن تقول مثلا انه لامين يامال في اسبانيا مثلا او ويليامز حتى في اسبانيا, هل شفنا جيل؟ انت بتتكلم على بطوله
ودعها او غاب عنها معظم واهم الاسماء في السنوات الاخيره، بس اسماء كريستيانو رونالدو اللي ظهر مره ثانيه مع البرتغال، ومش عارف ليه الصحف مركزه بشكل كبير جدا على 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 حاله كده بين برونو فرنانديز وكريستيانو رونالدو. هي ليها سوابق بالذات كاس العالم اللي فات، وكان في مشاكل، وكان وده طبعا كان بسبب ان اوضه اللبس كان فيها مشاكل في كاس العالم، لكن اوضه اللبس اعتقد حاليا مستقره، والهدف اللي طبعا احرزه برونو والاسيست كريستيانو هدى الدنيا شويه، وناس بقى بتقول ان يعني كريستيانو يعني ما بيفكرش تفكير فردي، ناس كتير بتتهم ان هو اناني وبيفكر دايما في ان هو يحقق انجازات شخصيه، لكن الموقف على للعلم في المباراه دي هو عمل الباص ده لبرونو برده نفس غير الهدف، عمل باص تاني لبرونو تقريبا او لو احد اللاعبين تاني في المنتخب البرتغالي وما دخلتش جون لبرناردو سيلفا بالظبط هي لكن طبعا مع فارق طبعا التشابه اللي هي تبقى الجون فاضي قدام برونو. ايوه برغم كده ده ناس كتير بتتهم كريستيانو بالانانيه، لكن انا بشوف ان هو بيفكر دائما في الفريق وبيفكر كتفكير كقائد، وده اللي مميز منتخب البرتغال، وعشان كده انا رشحتهم ان هم يفوزوا البطوله. البطوله دي اللي هيتميز بيها قوي واللي هيتفوق فيها اثنين اللي معاهم مدرب كبير ويقدر يتعامل مع المباريات. مين مدربين كبار في البطوله من وجهه نظرك؟ يعني من حيث الاجور خليني افتكر كده الاسماء. انت قلت لنا صدمه ساوث جيت. ساوث جيت هو الاعلى اجرا، لكن قايمه بتضم اعتقد ديدي ديشان مدرب مزبوط. منتخب فرنسا، اسباليتي مدرب إيطاليا. منتخب ايطاليا مين تاني؟ اعتقد مارتينيز مدرب البرتغال. مش فاكر الاسم الخامس بصراحه، لكن يعني شايف مين مدير فني يستطيع انه يقود منتخب بلاده يعني انا برضو او يلعب دور في وصول مارتينيز. ليه مارتينيز؟ لان مارتينيز اتعامل مع كريستيانو تعامل مختلف تماما، وعجبني قوي رده في المؤتمر الصحفي بعد المباراه التركيه، وبيقول له انت ليه بتلعب كريستيانو 90 دقيقه؟ هل هو انت شايف ان هو مؤهل ان هو يلعب 90 دقيقه؟ قال لهم تاريخ كريستيانو لو بصيتوا للاعب تاريخه الكبير جدا هتعرفوا ليه بيلعب 90 دقيقه. هل السؤال برضو من الاجابه، قال لهم انتوا تعرفوا كريستيانو في الموسم ده لعب كام مباراه كامله مع النصر السعودي؟ فكان الرد ان هو ده دوري مختلف والليفل مختلف، فقال لهم لو رجعتوا لتاريخ كريستيانو تعرفوا قد ايه هو بيلعب. ففكره ان انت متعامل نفسيا مع اللاعبين، لان المنتخب البرتغالي حتى من هو كاس العالم عندهم سكواد محترم جدا قوي. سكواد قوي وسكواد متنوع. أيوة. يعني عندهم لعيبه مختلفه في كل مركز. هي قصه مش قصه سكواد بس، يعني لو هي قصه سكواد كنت اقول لك ان منتخب انجلترا مثلا يا بلال يكون مرشح اول البطوله. انت بتتكلم على سكواد يعني افضل يعني دوري في العالم، افضل دوري في العالم، وفي كل مركز لاعب واثنين على اعلى مستوى، ورغم كده العروض والاداء. علشان كده انا بكن كل الاحترام والتقدير للويس دي ليفونتي طبعا المدير الفني لمنتخب اسبانيا، اللي قادر يعمل، واحنا اتكلمنا هنا قبل انطلاق اليورو قلنا انه قادر يعمل مشروع كبير جدا. اعتقد انه مع بعض الاهتمام والحفاظ على مجموعه اللاعبين الحاليين، انا بعتقد ان اسبانيا هتبقى مرشح كبير للتتويج حتى بلقب كاس العالم في امريكا 2026. انا اعتقد لو قدروا يحافظوا على السكواد ده، قدم لنا على مستوى الاسماء واللاعبين الشباب زي ما انت اتكلمت عن عمل جبهتين كبار جدا، سواء كارفخال ولامين يامال في الجهه اليمنى، او حتى في الجهه اليسرى مينديز مع ويليامز اللي كان مفاجاه البطوله بالنسبه لي، واحد المرشحين بقوه كمان للانتقال لصفوف برشلونه. قدر كمان يعمل تركيبه وسط الملعب، ويعمل حتى على مستوى البدلاء، حتى لما بيشرك خوسيليو المباراه الماضيه اشرك فيران جارسيا من البدايه وكافئوا باحراز هدف الفوز. فواضح ان هو عنده السكواد الكبير اللي يمكنه حتى من في وقت من الاوقات ان هو لما يشيل لاعب ويحط لاعب يقدر المنتخب يؤدي بنفس الاداء. فانا هو ده المدير الفني الافضل حتى الان بالنسبه لي، اللي قدر يعمل شكل على ارض الملعب حتى في مواجهه الكبار. احنا شفنا مباراه ايطاليا كانت مباراه من جانب واحد 90 دقيقه امام منتخب حامل اللقب، منتخب كبير امام مدير فني كبير زي سباليتي، ولكن قدر يحكم سيطرته على اللقاء تماما. المنتخب الوحيد اللي حصل على العلامه الكامله والكلين شيت، فاعتقد ده المدير الفني الافضل فنيا. لكن على مستوى طبعا امتلاك السكواد، احنا اتكلمنا برضو قلنا ان انجلترا هي السكواد الافضل، السكواد المرعب. لك ان تتخيل ان لاعب زي بالمر الجمهور الانجليزي كله بيطالب باشراكه، ملوش مكان، حتى كانوا على سبيل السخريه كده كانوا رسمين خريطه تحركات بالمر، الخريطه الحراريه في اول مباراتين، جايبينها عاملين على دكه البدلاء ان هو انتقل من احد المقاعد للمقعد هو الاخر. نازل المره اللي فاتت دي خريطه يعني هو شارك امبارح في الدقيقه 70. ففي لعيبه كتير حتى واحد من علامات الاستفهام، انا مش عارف ليه جوارديولا فرق يعني فيه وفي كمان لا هو جوارديولا احنا اتكلمنا، هو جوارديولا قال ان اللاعب كان دايما بيطالب بالمشاركه، وهو قال له ان محرز هيخرج وانت هتاخد مكانه، ولكن هو ما فضلش ان هو ينتظر يعني. لكن هو
بنقول ككواليتي اعتقد الكواليتي دي هو كان هي بتاعه مدرسه جوارديولا وانفجر في تشيلسي برضه. خلينا نقول ان هو قدم موسم عظيم يعني. ولكن كمان احنا بنتكلم على ايه سبب او المردود اللي او الشكل اللي ظهر عليه منتخب انجلترا. انا بشوف ان هو في رايي في اثنين لعيبه طبعا توظيف الخاطئ لارنولد في وسط الملعب ومحاوله ايجاد مكان للاعب زي ارنولد في وجود ووكر اللي عامل بطوله كبيره جدا واحد اهم اللاعبين. مش عيب ان انت يبقى عندك اثنين لاعبين كبار في نفس المركز وتشرك فارق كبير واحد يعني والتوظيف الخاطئ كمان لبيلينجهام. انا بشوف ان بيلينجهام عدم ظهوره بالشكل الكبير اللي عليه مع ريال مدريد ما ظهرش بالشكل ده مع منتخب انجلترا حتى الان هو التوظيف الخاطئ، لان بيلينجهام هو لاعب لا يجيد اللعب في منطقه وسط الملعب او صناعه اللعب او اللعب بين الخطوط من 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 تحت يعني. بيلينجهام دايما بيحب ان هو انت تزقه في الثلاثه اللي قدام زي ما عمل معاه كارلو انشيلوتي والموسم. هو اي حاجه ليها لعيب بيلعب في ريال مدريد لازم برضو بلال يديله حق. احنا بنتكلم فنيا ايه الفرق بين الشكل اللي بيظهر عليه مع المنتخب وليه ما ظهرش بنفس الشكل مع النادي. ومبابي برضو نفس القصه يعني، مبابي مع فرنسا طبعا مع كامل يعني ان احنا ناخد في الاعتبار فكره الاصابه الى اخره. بس انت عجبتني لما قلت فرنسا جايه. فرنسا جايه انا عملت مباراه كبيره امبارح. هو بشوف المنتخب، لا اعتقد انه برضو المنتخب يعني المنتخبات الكبيره شخصية. بتدي كل مرحله حجمها بالزبط. يعني ممكن يبقى دور المجموعات شويه مش ظاهر بشكل كبير، لكن لما زي ما بيقولوا بيبقى ظهره للحيط يا اما يروح يا اما يكمل بيطلع. انا في منتخب قلقان منه بصراحه، لو صعد لو المنتخب الايطالي كسب المنتخب السويسري هيروح للنهائي. المنتخب الايطالي مع زباليتي لو قدر يكسب المنتخب السويسري المنتخب العنيد بعيد قوي يا بلا. يا انا بقول لك في منتخبات خلينا كده بقى، هو برتغال وبعد كده ايطاليا. لا ما قلتش هياخد البطوله. لا ايطاليا تاخد بطوله مرتين، ده سيناريو مستحيل. انا بقول لك ايطاليا عندهم دائما شخصيه البطل. لو قدروا يعني جرينتا. تديهم الفرصه بتاعتهم شويه او تديهم المساحه ان هم ينقضوا عليك هيوصلوا للنهائي وهيبقوا مزعجين جدا لكل المنتخبات، لان هم عندهم شخصيه البطل. وده شفناه في اليورو اللي انت قلت لي ما كنتش متوقعه، لان كنت مراهن عليهم من اول البطوله دي. ان هم عندهم الميزه دي. هم عندهم بعد مباراه اسبانيا للعلم هم قدموا مباراه اولانيه كانت كويس جدا، مباراه امام البانيا مباراه كويسه. بس ماتش اسبانيا خد بالك، انا دايما بقيس قوه منتخب بقيس على يعني المانيا مثلا ظهرت بشكل كويس بطوله على ارضها وسط جمهورها وحققت وتأهلت وكل حاجه، بس مع كامل احترامي ما اقدرش اقيس مستوى المنتخب الالماني على الرغم انه عنده برضه سكواد محترم جدا جدا طبعا. جدا وبيقوده مدير فني محترم، لكن بالزبط. ما اقدرش اقيس قوه المنتخب الالماني على مستوى المواجهات اللي خاضتها في المجموعه. لما باجي دايما اقيس في مواجهه منتخب قوي كبار. ايطاليا قدام اسبانيا لم تأتي اساسا طبعا. يعني وخصوصا انه كمان كان في رهان على تجربه سباليتي مع ايطاليا يعني مزبوط. كل كان متحمس، هو مدير فني جيد جدا بعد تجربه نابولي طبعا، لكن وبعد تجربه بعد نجاحه الكبير مع نابولي، لكن لا ايطاليا لم تظهر في البطوله بشكل يؤهلها انك انت مجرد تدخلها في فكره الـ 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 المنتخبات المرشحه. يعني انا ما دخلتهاش في المنتخب، بقصدش يعني اقصد اقول انها، لكن انت قلت لي منتخب مميز قلت على في منتخبات الكبار. يعني انا احط النمسا النهارده قبل البطوله تقول لي ايطاليا ولا النمسا؟ اقول لك ايطاليا طبعا. ايطاليا بكره النهارده تقول لي ايطاليا ولا النمسا؟ اقول لك لا النمسا طبعا. يعني النمسا ظهرت بشكل الحقيقه لكن بالنسبه لي لا وثقه كبيره حتى في تصريحات المدير الفني قبل لقاء هولندا، قال احنا هنفوز على هولندا وانا يعني ما فهمتش التصريح قوي غير في ارض الملعب. يعني لا واضح ان منتخب النمسا عنده شخصيه حتى لا كان بيتقدم وترجع هولندا في النتيجه مره ثانيه كان بياخد التقدم. لا منتخب تحب تتفرج عليه يعني منتخب بيلعب لعب جماعي وعنده شخصية كبيرة جدا. وأنا يعني من المفاجآت أو تقريبا المفاجأة الأبرز حتى الآن هو صعود النمسا كأول في مجموعته. طبعا غير المفاجآت الحزينة أنا بالنسبة لي حتى الآن توقفت عند لحظة خروج كرواتيا وبكاء لوكا مودريتش طبعا وحزنه على الرغم انه توج بجائزه افضل لاعب في المباراه، ولكن اهداره لركله الجزاء نهايه ما كانش يتمنى اي محب لكره القدم ان تكون دي نهايه لوكا مودريتش، خاصه ان دي البطوله الاخيره ليه مع المنتخب. لو مودريتش كان بيلعب في البارسا مش في ريال كنت هتقول الكلام ده برضه. خليني اقول لك بقى احنا يعني انا النهارده بقى اتمنى وحقق رقم قياسي بالمناسبه في البطوله. مودريتش يعتبر اكبر لاعب سجل في بطوله اليورو
ولكن هو مش محظوظ في ركلات الجزاء. يعني لو تفتكر في مباراه النادي الاهلي وريال مدريد في كاس العالم للانديه كان اهدر ركله جزاء امام النادي الاهلي تصدى ليها ببراعه طبعا محمد الشناوي. فيعني لوكا مودريتش دايما مش محظوظ في تسديد ركلات، على الرغم انه نجح بعدها بدقيقه انه يسجل هدف التقدم في مرمى العملاق دوناروما. الكل توقع ان كرواتيا في كاس العالم الاخير هيكون نهايه جيل، ورغم كده استطاع انه يوصل مربع بس دي النهاية طبيعيه. انا فاهم يعني بعد تاني عالم وتالت عالم لمجموعه اللاعبين الحاليين لازم كان يحصل، خاصه ان انت ما عملتش تجديد خالص. أيوة. زي بلجيكا بالظبط، المنتخبين الابرز اللي هم كانوا بيمتلكوا في وقت من الاوقات مجموعه لاعبين اقوياء جدا على مستوى الاسماء وعلى مستوى المردود الفني، ولكن ما حصلش احلال وتجديد، فكان النهايه الطبيعيه لكرواتيا، واخشى ان تكون النهايه الطبيعيه لبلجيكا النهارده. يعني بلجيكا ايه بالنسبه لك يا احمد في النسخه دي؟ بلجيكا بالنسبه لي منتخب مش منتخب بطوله، منتخب دائما ممكن يظهر عنده، يعني عنده عناصر مميزه على مستوى جدا، لكن هو دائما ما عندهمش. دائما عشان تبقى انت بطل لازم تصدق نفسك، لازم تصدق نفسك ان انت بطل، لازم تبقى رايح عارف ان مفيش اي بديل قدامك غير ان انت تبقى بطل. لكن المنتخب البلجيكي عنده لعيبه كويسه جدا، لعيبه مميزه، ولعيبه كلهم اغلبهم نجوم، لكن عندهم البطوله دي كمان مشكله كبيره جدا، عندهم مشاكل في التهديف، بيروحوا كتير جدا. انا اتفرجت عليهم اول مباراتين بيوصلوا كتير جدا، عندهم اتلغى لهم 3 اهداف، وطبعا ده حظ لوكاكو طبعا حظ سيء جدا. لكن لوكاكو للعلم هو كان سبب من اسباب خروجهم في كاس العالم في الدور الاول، لانه ضيع برضه فرص ما تضيعش، وساعتها تهاجم، ساعتها ضيع فرص سهله جدا، بيكرر نفس الموضوع تاني مره تانيه، وهنا دي برضه من ضمن المشاكل. انت لازم كنت تخلق بديل. يعني دلوقتي لوكاكو اتصاب او شايفه، بس انت عندك ماكينات اهداف يعني جميل. يعني 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 الفريق كله دوكو، بس فكره انا شايف دوكو واحد من اهم اللعيبه. دوكو اول ماتش ما بداش كان مع السيتي، انا شايف دي بروين واحد من اهم مفاتيح اللعب على مستوى العالم لاي مدير فني. دوكو بشوف ان هو المباراه الثانيه لما بدا لا قدام حل مهم جدا، دوكو واحد من افضل اللاعبين المهاريين جدا جدا جدا. انا بشوف ان هو يعني خلاص بدا يخلي منتخب البلجيكي بقى ليه شكل وبقى عنده حلول، لكن بشوف ان من الافضل ان هو يخلق بديل للوكاكو عشان بيضيع وعنده ازمه في الحته دي. يعني مش دائما اللي انت ممكن تغير لاعب او تعاده على دكه البدلاء عشان هو سيء، لا في سوء حظ، يعني في سوء حظ عنده. يعني هو ملازمه سوء حظ فعلا وده باين، فطبيعي جدا انت كنت تلجأ للاعب تاني يكون بديل ليه. هو عندهم اكتر من بديل في اكتر من مركز، لكن المركز الوحيد تقريبا اللي ما عندهمش بديل مكانه هو مركز راس الحربه، وعشان كده حتى هو ما غيرش لوكاكو طول المباراتين. مين اللعيبه اللي بعيدا عن الاسماء الكبيره، بعيدا عن دي بروين وعن امبابي وعن يعني عن النجوم الكبيره في البطوله، في اسماء جديده ظهرت قدمتها بطوله اليورو، وهل نتوقع ان الميركاتو يختلف الى حد كبير جدا بعد انتهاء البطوله؟ الاسماء دي هتكون عليها يعني العين. هو طبعا يعني واضح ان طبعا ان في بعض اللاعبين الصغار تالقوا، احنا كنا توقعنا تالق جمال موسيالا قبل بدايه البطوله، وموسيالا حتى الان بيسير بشكل صحيح، ولكن نجم بايرن ميونخ. عندك فيرنيتز اللي هو لاعب انتراخت فرانكفورت، لاعب باير ليفركوزن اللي هيكون عليه صراع كبير جدا. واضح ان في بعض التقارير قالت ان ريال مدريد هيتقدم بعرض رسمي لليفركوزن بعد نهايه البطوله، يمكن شفناه احرز هدف في المباراه الاولى، بيأدي بشكل كويس مع منتخب المانيا حتى الان، ده احد الصراعات المنتظره بعد انتهاء اليورو. طبعا اتكلمنا عن نيكو ويليامز لاعب اسبانيا ولاعب اتلتيكو بلباو، طبعا واحد من اللاعبين المرشحين بقوه للانتقال سواء ليفربول او برشلونه، تحدث عنه بعض الانديه الكبيره واهتماماتها. طبعا انا بشوف ان اردا جولر طبعا نجم منتخب تركيا ولعب ريال مدريد. لا انا بحب اردا جولر بشكل شخصي. في ناس حملت خساره منتخب، لا هو مونتيلا، بس هو مونتيلا عمل حاجات عشان لا هو مونتيلا عمل حاجات غريبه، بس دي شخصيه مونتيلا على فكره. مونتيلا كان ماسك روما، غير انت كسبان مباراه كبيره جدا، معايا نجم تركيا قدام كثير هنا في ثاني يوم الماتش، شايله الماتش فاتح تريم، شايله الماتش، وكل يعني انت كسبان جورجيا وعامل لقاء كبير جدا وقادر تكسب 3-1، بتغير حارس المرمى الاساسي، بتغير في خط الدفاع، بتشيل اقصى او ابرز لاعب حصل على اعلى تقدير في تقييمات اللاعبين في المباراه الاولى اردا جولر، وتبقيه على دكه البدلاء. يعني هو مونتيلا استحق الخساره وخسر المباراه بدري طبعا، احنا شفنا الهدف حتى الثاني نتيجه عدم التفاهم بين صامت المدير المدافع وحارس المرمى. بالمناسبه الطاي حارس المرمى ده بيلعب في مانشستر يونايتد، يعني الحارس البديل، ولكن جونياك الحارس الاساسي كان الافضل ان هو يشارك طبعا بعد المباراه الكبيره اللي عملها امام جورجيا. فانا اتمنى بشكل شخصي النهارده تالق اردا جولر واستمراره في البطوله، يعني لانه لاعب مميز طبعا، نجم او نجوم لفتوا نظر احمد مصطفى في البطوله.
اللي لفت انتباهي هو لاعب واحد بس من وجهه نظري، هو يعني طبعا جمال موسيالا نجم من قبل البطوله، كان مقدم اداء كبير جدا ومخلي منتخب المانيا ليه حل مهاري. يعني هم كانوا دائما عندهم مكانات وسرعه، لكن اليوم حل مهاري. انا 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 فيتينيا وجمال موسيالا، انا كنت هتقول فيتينيا. طبعا فيتينيا افضل لاعب بالنسبه لي في البطوله، لعيب مختلف ومد خط وسط المنتخب البرتغالي. انا جمال موسيالا فيتينيا بالنسبه لي، انا فيتينيا بالنسبه لي. خلي بالك انت قلت انت قلت اللاعب اللي ما كانش نجم. انا عارف انا وانت اتفقنا مع بعض، دايما بنتفق مع بعض. لا ما فيش مشكله هخش معاك. ولا فيتينيا احنا اتكلمنا، خلي بالك ما هو قال لك اللعيبه الصغيره اللي ما كانتش ظاهره. فيتينيا برده فيتينيا، لا احنا اتكلمنا هنا عن فيتينيا. لو افتكر اللي متابعين قوي عارفين فيتينيا، لكن جمهور الكوره عادي لما تقول له اسم فيتينيا لا بيعرف هو بيلعب فين. فيتينيا مع البي اس جي، فيتينيا وباركولا تحديدا، حتى باركولا عدل المشاركه مع فرنسا في مباراه الامس. يعني الاثنين دول كانوا مع باريس سان جيرمان عاملين واحد من افضل المواسم. كنت بلعب بلاي ستيشن كنت بطلعه اصلا ما اعرفش مين ده. لما بدات اتابع عايز اوصل له ان في ناس مش عارفاه يعني فيتينيا، لكن هو لا دلوقتي بقى نجم البي اس جي ونجم البرتغال. على كل الاحوال البطوله حلوه، يعني اعتقد من اللي جاي فيها وبعد ماتشات النهارده وما يبان كل اطراف الدور ال 16 ومين هيواجه مين، اعتقد انه بدايه المباريات القويه، بدايه المتعه تبدا في اليورو ان شاء الله مع عودتنا مره ثانيه على شاشه الاهلي ان شاء الله في السادسه يوم السبت اللي جاي. بشكركم شكرا جزيلا، شكرا بلال محسن واحمد مصطفى شرفونا النهارده السادسه، وبشكركم انتم كمان على المتابعه وكل التوفيق ان شاء الله للاهلي امام فاركو، يقدم عرض قوي ويحقق العلامه الكامله بالوصول للثلاث نقاط. شكرا جزيلا على وجودكم معنا، شكرا جزيلا على المتابعه، كل التحيه.